السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الخبر اللي معانا النهاردة، أرجو اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو زي ما احنا متعودين عشان يوصلنا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. أما بالنسبة عن الخبر اللي معانا فهو خبر داخلية الكويتية تعلن تصالح الشاب المصري المعتدى عليه ورفضه بتقديم شكوى. ده الخبر اللي معانا. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يعتدون على أحد المقيمين داخل محل خاص بألعاب الأطفال، وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقع. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان لها أنه بعد اتخاذ اللازم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث، مواجهة المقيم بالواقع، أفاد أنه لا يرغب بالتقدم بالشكوى بالواقع، وقد حضر ولي أمر الشباب للمحل وقام بالاعتذار كما بدر منهم وتم التصالح بينهم. وبكده يكون تم تصالح الشاب المصري المعتدى عليه ورفضه بتقديم شكوى. وبكده يكون خلص الخبر اللي معانا النهاردة، وأرجو اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.